فنرجع تاني نقول ان التحديات اللي كانت موجوده في الدوله المصريه، جوده التعليم على سبيل المثال ده تحدي اخر. حد يعرف ان انا عندي في التعليم الاساسي 25 مليون وفي الجامعه 3.5 4 مليون وبيتخرج كل سنه 700,000؟ 700,000. حد يعرف ان في عندي تحدي نمو سكاني؟ ان احنا في 2011 كنا 81 مليون، النهارده بعد 10 سنين تقريبا بقينا 105 مليون، يعني زدنا 25 مليون في 10 سنين. طب هو العدد ده، الحكايه اللي انا بحكيها لكم دي معناها ايه؟ معناها هي مسار حكومه كافحت على قد ما قدرت في ظل ظروف محدده عشان تحل المساله. يبقى النهارده تفتكر ان جوده التعليم، عشان احل المساله بتاع جوده التعليم عايز 250 مليار دولار عشان اوفر عليكم الحسابات. كل طالب بيتعلم تعليم كويس عايز 10,000 دولار. طب انا ما عنديش الرقم ده. وفي نفس الوقت ما اقدرش اخل بالتزامات تجاه المواطن تجاه اولادي صغيرين واحفادي يمكن ان هم يخشوا المدرسه ويتعلموا. اذا لا جوده التعليم كتحدي ولا جوده الصحة العامة كتحدي، قدرات الدولة المصرية بمنتهى الصراحة. كنت دايما أقول ده للناس اللي بتسمعني، بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزع كل سنة. تريليون دولار يعني كام؟ يعني ما يقرب من مثلا 20 تريليون جنيه. طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا، مش متاح. كل دولة لها ظروفها. اذا الحكومات اللي بتتعامل مع القضايا ديت بتبقى عايزه تحل، وانا كان تقديري للموضوع هو حل بالمبادرات بافكار. ودايما اقول اللي ظروفه صعبه يفكر، واللي ظروفه مش كده ممكن يفكر ويبقى أفضل. لكن أنا بتكلم على دولة زي مصر كتجربة أنا بقولها لكم.